قانون الكارما كدرس في أمريكا، في أوروبا، في آسيا، جميع الدول المتقدمة كيأمنوا به. علاش كيأمنوا به؟ كما عرفت لكم بأن قانون الكارما أي حاجة درتيها زوينة كترجع لك بالخير بالمثيل وبأكثر، درتي شي حاجة شريرة كترجع لك بأكثر. داكشي علاش كتلقى في الدول الأوروبية واخا ما عندهمش دين عندهم أخلاق. علاش؟ لأنهم كيأمنوا بهذا القانون وكيدرس في جميع الجامعات. حنا الحمد لله ديننا ذكروا لنا قبل ما يوصل لأوروبا، ولكن ما عرفناش نتعاملوا به، على بالنا غادي نتحاسبوا حتى نمشيو عند الله. لا، ونقدروا نتوبوا نشهدوا قبل ما نموتوا وصافي غنمشيو للجنة. قانون الكارما هو قانون ديال العلاقات، يعني ذنوبك مع الشخص الآخر، ذنوبك مع الله يقدر يسمح لك فيها، ولكن مع العلاقات منك ليه. يعني قانون الكارما كيأثر عليك الدنيا، درتي شي أخطاء مع شي ناس عن قصد ولا عن غير قصد، قانون كيطبق عليك. مشغول واش هذا قانون؟ هذاك الشخص مشى حزين، مشى مريض في نفسه، أديتيه، عاش معك واحد الفترة وأديتيه، دونك كدور عليك الصمتة كما كنقولوا، وكتعيش المعاناة، كتعيشها بنفس الطريقة باش عاشها هو. مثلا كتاثر ماديا، كتاثر نفسيا، شي حاجه اللي غتخليك هذاك الاحساس. هما ماشي زعما انت مثلا تكون عندك مناعه قويه مثلا ضد المعيور، يقدر شي واحد يعيرك وتبدا تضحك، ولكن عندك شي حوايج اللي كتاثر فيهم. انا كارما يقلب لك على نقطه التاثر اللي انت فيها. مثلا انت لاباس عليك، شفرتي واحد ثلاثه، كنت سبعان فلوس، شبعان فلوس، قانون الكارما عارفك ما غتاثرش من هذيك 3% اللي شفرتي، ما غياخذش لك 3%، غياثرك في شي حوايج اللي غتخليني بنفس الدرجه ديال الشخص الاخر كما تاثر. يعني هنا الامر خطير جدا. فهمت؟ انا نشفر الفلوس ماشي مشكل، نشفر واحد الميزانيه ومن بعد واخا تمشي هذيك نصف الميزانيه المهم ما غتاثرش. لا، قانون الكارما كياثرك بهذاك الشيء اللي غادي تتاثر به، كيشربك من نفس الكاس. اوكي، باش نكونوا فاهمين، سواء كان مادي، سواء كان معنوي، سواء كان نفسي، سواء كان جسدي، من نفس الكاس كتشرب منه. بالعربيه تعرفت ندرج معاكم باش تفهموا اكثر. قانون الكارما موجود وكاين، وكلشي الناس في العالم كيامنوا به، سواء كانوا مؤمنين بالله سواء ما كانوش مؤمنين. ونختم لكم بواحد الايه الكريمه اللي كتقول: من يعمل مثقال ذره خير يراه، ومن يعمل مثقال ذره شر يراه. يعني من الله سبحانه وتعالى حدد لنا بان اللي دار الخير كيلقاه واللي دار الشر كيلقاه. كيفاش نحيدوا هذا الشيء؟ انا ما كنتش عارف، وانا درت بزاف الاخطاء عن غير قصد، وهذا كلشي نقدروا نعالجوه بتحويل الكارما السلبيه الى ايجابيه. يعني يمكن لنا نحولوا هذيك الكارما اللي درنا خايبه وما عرفناش نتعامل معها الى ايجابي، وداك الشيء ديال الايجابي غيطر فعلا ما ساعدنا الشخص الاخر. قد ما درنا مزيان مع الشخص الاخر قد ما كتوفر لينا، ويقدر ربي يذوب لينا وتولي عندنا واحد الكارما اللي زوينه ايجابيه كتجبد لنا الخير. خاصنا نعرفوا العلاقات ديالنا. العلاقات ماشي بالضروره تكون بعيده، تقدر تكون غير بين وليداتك. اذا كانت عندك كارما سلبيه سامه مع وليداتك كتاثر عليك، مع الزوجه ديالك، مع الزوج ديالك، يعني مع الناس المقربين. نعطيك مثال شي راجل متسلط على مرته في الدار وهي ولادها، حاقرهم بالعربيه، ضروري قانون الكارما غياثر عليه وغادي يلقى نفس التاثير. الخدمه مثلا الشاف ديالو على منه غيحقرو، غيدير له نفس البلان. مثلا يكون غادي في الطريق وشي بوليس يشدو يعطي شي خطيه ظلما، ما دار حتى شي حاجه. يعني هادو حوايج كيوقعوا الناس ديما، وكنقول لك لا حبه الحقره البلاد فيها حقره، وما تنساش كون الهي السماوي هو اللي كيحكم. لاننا خصنا نكونوا حذرين في علاقتنا مع الناس قراب ولا بعاد كما كان المستوى، لان هذه عداله الله سبحانه وتعالى هو اللي دار هذا القانون ماشي البشر. أو نكونوا حذرين، ولا كانوا عندنا شي مشاكل في حياتنا اللي ما عارفينش مصدر ديالها، نراجعوا علاقتنا مع جيراننا، مع عائلتنا اللي عايشين معنا، مع الناس قريب، مع اللي خدامين معنا، مع انا الشاف ما نظلمش انا، هذه نتبع قانون العدل، لان كل واحد في نفسه شي حاجه ما غاديش يقولها ليا اذيتو، الكارما ديالو كتوصلني وكتتابعني. داكشي علاش نهضر لكم في الفيديو الجاي على كيفاش نحولوا الطاقه الكارما السلبيه من كارما ايجابيه. نقدروا نعالجوا الموقف الا كنا باقيين عايشين بيان سور مع الناس، الا كانوا قراب لينا غنسامحوا معاهم، ما كانوش قراب لينا غنطلعوا ميزان الحسنات باش يغطي على السيئات.